مهمة جهاز الخدمة السرية هي حماية قياداتنا. في 13 من شهر يوليو الماضي فشلنا. كمديرة للجهاز أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل الذي حدث. نحن نتعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي يجري حالياً حول الهجوم. علينا أن نتعلم مما حدث، وسأعمل بكل طاقتي وفي كل مكان وفي كل اتجاه لضمان عدم تكرار ما حدث. مباشرة بعد محاولة الاغتيال، حركت مركز الأزمات لدينا، كما طلبت من المسؤولين التنفيذيين مضاعفة حماية الرئيس السابق وتقديم المساعدة لضحايا الهجوم في عين المكان من قبل أعواننا، كما أعدنا تقييم الأمن حول مؤتمر الحزب الجمهوري وفي العاصمة واشنطن.